مين الفرق اللي انت شايف فرصها اكبر فرص للوصول للمباراه النهائيه او تقدر تاخد بص، البطوله؟ انا ممكن اقول لك ان كوت ديفوار والجزائر والسنغال واحنا المغرب، والمغرب. انا اتوقع غانا، لا انا اتوقع الخمسه دول تونس، مربع، لا مربع ذهبي، هم الخمسه دول الخمسه. تاني كاميرون، لا سنغال، ما قلتش كاميرون، مصر، مصر، سنغال، سنغال، مغرب، مغرب، كوت ديفوار، ديفوار، قلت ايه جزائر. تاني؟ الجزائر. خمس فرق دول، في منهم كام افريقيا كده، شمال افريقيا اللي هو عرب، الاثنين جزائر، مصر، مصر، احنا جزائر، مغرب، ثلاثه، ومعاهم سنغال وكوت وكوت ديفوار، ديفوار. دول اقرب من وجهة دول من وجهة نظري دول اقرب مربع ذهبي. طب والله بالمرة اسألك على منتخب تونس، كنا عارفين طبعا ان جزيري ما كانش في المنتخب وانضم منتخب للمنتخب اخيرا وما خدش حمزة المسلوسي، شايف ايه في وجهة نظرك في ضم جزيري، رأيك في ايه وعدم ضم المسلوسي؟ ده ما يقللش من المسلوسي خالص. يعني انا طول الوقت حتى في الاستوديوهات هنا ابو العيلة احنا يعني بشكر في الراجل ده، وكم مباراة انا بطلعه راجل مباراة، يعني تطور بشكل كبير جدا، واداؤه بقى اللي هو لو المسلوسي مش موجود احنا بنقلق ده رجولي. دلوقتي. فده ما يقللش منه، لكن برضه المدير الفني لتونس ليه اختياراته، يعني ليه اكيد في حد في مكان المسلوسي هو شايفه اعلى منه يعني. واحنا ما شفناش لعيبه تونس كلها، ما نعرفهاش يعني. سيف الجزيري دي طبعا نقله كويسه او خطوه كويسه اللي هو يروح المنتخب، حتى لو ما لعبش، حتى لو ما لعبش الراجل راجل دولي وماشي معانا بشكل كويس جدا في الفرقه، فطبيعي جدا حاجه كويسه لو راح منتخب تونس، بالرغم ان في لعيبه محترفه كتير ابو العيله بره، في فرنسا، في فاهم، فان انت تاخد لعيب برضو محترف في الزمالك وفي مصر وبتفضله مثلا على لعيبه محترفه بره، ده حاجة إيجابية تبين إن الراجل ده إمكانياته عالية. طب قبل ما أدخل على الزمالك، وطالما أنت جبنا سيرة مين ممكن ياخد البطولة، عايز آخد توقعات سريعة لوليد عبد اللطيف. لو قلت لك على الماتشات اللي هتتلعب، قول. يعني أنت عندك بكرة مباراة طبعا الافتتاح، غينيا ساحل كوت ديفوار قدام غينيا بيساو، تتوقع ماشي كوت ديفوار، كوت ديفوار تفوز؟ تفوز. طب الحد عندك ثلاث ماتشات، ماشي. الأولى نيجيريا ضد غينيا الاستوائية، نيجيريا، مصر ضد موزمبيق، هنكسب احنا مصر ان شاء الله، غانا الراس الاخضر. والله انا شايف ان الراس الاخضر فرقه كويسه قوي، مش عارف ليه، ممكن تعمل مفاجاه يعني، ممكن، يعني انت وارد لو غانا وراس الاخضر مين يكسب؟ الراس الاخضر. معقوله؟ الاثنين عندك ثلاث ماتشات كمان، السنغال ضد جامبيا، السنغال، كاميرون ضد غينيا. هقول الكاميرون، بس هي غينيا تقلت شويه بقت قويه، كويسه يعني. الجزائر مين؟ الخبرات بقى، نقول الكاميرون. الجزائر ضد انجولا، الجزائر. يوم الثلاث بوركينا فاسو ضد موريتانيا، بوركينا، تونس ضد ناميبيا، تونس، مالي ضد جنوب افريقيا، ماتش تقيل. هقول مالي. المغرب يوم الاربع في ماتشين، المغرب ضد تنزانيا، المغرب، كونغو الديمقراطيه ضد زامبيا، كونغو الديمقراطيه ضد زامبيا. انا شايف ان زامبيا مش احسن حاجه دلوقتي من وجهه نظري يعني. خميس نرجع تاني بقى المجموعه الاولى تلعب تاني، احنا كده خلصنا يعني ست مجموعات. غينيا الاستوائيه تلعب ضد غينيا بيساو اللي هي المجموعة الأولى اللي فيها كوت ديفوار، غينيا الاستوائية ضد غينيا بيساو، اتنين غينيتين مع بعض. مين يكسب؟ الاستوائية بقى اللي احنا عارفينها يعني. كوت ديفوار ضد نيجيريا ماتش برضه قوي جدا ويحسم ممكن مقدمة، بس خلي بالك يعني برضه المستوى بتاعهم قليل برضه يا ابو، مش زي زمان. نيجيريا الاثنين، كوت ديفوار الاثنين، لا ما انت هنا محترفين بقى، قصة تانية خالص يعني، ما قاعدة محترفين يعني مش أقل من 100 لعيب. كوت ديفوار طبعا، بس كوت ديفوار قتل، كوت ديفوار قتل قتل. طيب مصر مع غانا ماتش الخميس الجاي ده، هيبقى ماتش صعب جدا، بس الماتش ده هنكسبه في اخر الشوط الثاني، مش عارف ليه. انا في اعتقادي ان انت طبعا لازم تبقى عارف انت عايز ايه من كل مباراه،
يعني طبعا انت عارف لازم تبقى في رسمه كده. موزمبيق اول مباراه دي بداياته مهمه جدا، لازم 3 بونت، لازم 3 بونت يعني يخليك تروح مباراه غانا تعرف انت عايز بقى منها ايه. بالظبط. تلعب كمان ازاي، مستعجل مش مستعجل، دي تفرق. بس برضو خلي بالك يا ولالا، يعني انت لما تنزل بالطريقه بتاعتك بلعبتك اي مباراه نزلت تكسبها بتأدي فيها نفس الاداء في كل مباراه، ده امر طبيعي. يعني انا مثلا لو كسبت موزمبيق تمام ورحت الغانا هقفل الملعب وما هاجمش؟ لا مش منطقي، مش بتهاجمش. هي 4-3 اللي هتشتغل، هغير فرد او اتنين وهي نفس تحركات الفنيه التكتيكيه جوه الملعب. طيب بس مصر وغانا ان شاء الله نكسب؟ نكسب ان شاء الله. الراس الاخضر وموزمبيق، انت من جمهور الراس الاخضر. الراس الاخضر وموزمبيق. الراس الاخضر مش عارف انا حابب الراس الاخضر دي ليه. السنغال والكاميرون ماتش نهائي مبكر. السنغال. السنغال. غينيا وجامبيا. غينيا. يوم السبت الجزائر بوركينا فاسو. الجزائر. موريتانيا انجولا. انجولا. تونس مالي. تونس. المغرب الكونغو الديمقراطية. المغرب. زامبيا تنزانيا. زامبيا. جنوب افريقيا ناميبيا. جنوب افريقيا. يوم الاثنين غينيا الاستوائيه. انا عايز الحاجات دي تتسجل ولا عشان تتذاع؟ ما هي متسجله. تتذاع عشان ماشي. يعني عارف لو النتيجه دي تمام هقول لك الالوسي، عارف اللي جاي في واحد كده بتاع بلوره بيعرف الطالع. الاثنين عندك غينيا الاستوائيه مع كوت ديفوار. كوت ديفوار. كوت ديفوار. غينيا بيساو مع نيجيريا. نيجيريا. موزمبيق مع غانا. غانا. دي تالت جولة فيبتدي بقى يتلعب فيها ايه الماتشات كلها في توقيت واحد. موزمبيق مع غانا قلنا. غانا. غانا. الرأس الأخضر مع مصر. اوعى بقى تشجع الرأس الأخضر. لا مصر طبعا. كتر خيرك والله يا وليد. والله. رجعت شوف يعني ايه تحس ان انا متربي في الرأس الأخضر. يوم التلات غينيا مع السنغال. السنغال. جامبيا مع كاميرون. كاميرون. انجولا مع بوركينا فاسو. بوركينا فاسو. موريتانيا مع الجزائر. جزائر. الاربع هيبقى اخر يوم في المجموعات. جنوب افريقيا مع تونس. تونس. ناميبيا مع مالي. مالي. تنزانيا مع الكونغو الديمقراطيه. الكونغو. زامبيا مع المغرب. المغرب. ماشي، ما نشوف بقى انت توقعاتك ان شاء الله هتروح فين. خلي بالك يعني ثلاث ارباع اللي انا قلته هطلع صح. لو طلع صح انا هبدا باخد رايك في حاجات شخصيه عندي. بالظبط كده. انا وانت ما احنا اسالك فيها الحال من بعض يعني.